السلام عليكم خاوتي، تحياتي، ربي يحفظكم. كما وعدتكم راني نحاول ندير فيديوهات نهار بنهار، ولا المهم انسان قد ما قدر ان شاء الله بربي نحاولوا نفيدوكم. ولا المهم قبل ما نبدا حبيت نحكي على الفيديو اللي درتو هذا اللي قبل، حكيت عليها على اسعار الخضر، وكاين بزاف الناس تحسب واحد الحساب اللي خطا. بو انا ما كنتش حاب نرجع للسوجي هذاك، مي معليش باش نديروا واحد التوضيح لبعض الناس باش تفهمها مليح وشكون انا نهضروا. كاين بعض الناس يحكوا معايا يقول لك 90 اورو هنا في فرنسا في النهار، ولا تدي 80 اورو صافي خضره ماشي رخيصه. انا حبيت نوضح لك اخي ولا اختي، هذيك 80 اورو اللي تديها في النهار ما راحش تاكلها برك. خمم خمم باللي عندك لاسيرونس مالادي، خمم باللي عندك طوموبيل، خمم باللي عندك لومبان، خمم عندك ليسونس، عندك واسمها يا ربي، عندك الكرا، عندك تليفون، عندك تريسيتي، عندك الغاز، عندك لابورمو تاع الدار، عندك لاسيرونس افيتاسيون، اسيرونس تاع الدار. سما احسب احسب، عندك الماكله ولا كنت مزوج، عندك الاولاد، ما تخممش تاع غير 90 اورو خلاص. 90 اورو في النهار يتسمى سيبو، حتى خمم 90 اورو تاكلها برك. وين تبات؟ واش تلبس؟ واش داوي؟ لاسيرونس مالادي تاعك، لاسيرونس تاع الطوموبيل، ليسونس منا اسيدي الواحد علاش تقول لي ما عنديش طوموبيل، والكرا والتريسيتي والغاز والتليفون والفورفي تاعك وبعض المصاريف، خذو تجي حد دير الاوراق والدوسي من تخبي الغربه، راك في الغربه باش دير دراهم ماشي باش تصرف. المهم هذيك تاع غاليه ولا ماشي غاليه، ولا واحد يقول لك 70 اورو نخبيها، ولا نخدم 80 ونخبي 70، نخدم 80 نخبي 60 ونصرف 20. كي تكون انا ان شاء الله ودير اوراقك تفكر ياسين فلوق وبعث لي ميساج نشوفو شحال خبيت، نشوفوك شحال كيما راك تشطار عندي هنا وتبين لي في روحك نشوفو. المهم ولا هذيك الناس اللي تقول لك تحسب تحسب راك تكومباري مع الدينار الجزائري، انا ما رانيش كاع نكومباري بالدينار الجزائري، راني نقول لكم باللي فوالا شوفوا الغلا اللي راهو كاين. اللي يقول لك لا لا ما كاش الغلا، اي باسكو تخمم غير على الماكله، خمم خمم واش عندك المصاريف، خمم لازم تلبس، لازم كذا، لازم خمم خمم خمم، لازم تستعمل الغاز باش تسخن ولا تستعمل تريسيتي باش تسخن، خمم. مهم المهم نرجع لكم واحد الموضوع اللي هو راه مهم جدا، انا سمعت اخبار عليه، هو ماشي اخبار مفرح مفرح، لكن راح نقول لكم باش الناس ما تغلطش. غير كيما ما عندناش هذا الاسبوع صرا مشكل كبير بين معناتها السلطات الفرنسيه والجزائريه، اللي راهم في واحد الصراع لانه الجزائر ما عطاتش الاوكي لفرنسا في معناتها روسي باسي، معناتها هذوك الناس اللي دير المشاكل في فرنسا باش يرجعوهم زعما دخلوا السجون ولا باش يرجعوهم لبلدانهم. الجزائر ما وافقتش، كانت الجزائر والمغرب اللي ما وافقوش. الان بون الجزائر عندها واحد الاسبوع ما وافقتش على هذيك، فرنسا دات واحد اتخذت واحد القرار باش ما تعطيش الفيزا للجزائريين. المهم الصراع هذا راه قائم ومازال، انسان يصبر اذا يدفع لدوله اخرى، يتفضل يدفع لدوله اخرى بالك فيها خير ان شاء الله. المهم ما يمشيش يغامر يرمي دراهم وباطل، هاكو تعرف الرونديفو ما كاش، وكل شيء تعرف لازم تخلص دراهم باش تشد رونديفو باش تخسر الدوسي تاعك وتخلص مع الاخرك خاسر كل شيء. المهم خاوتي خياتي حاولوا اذا دفعتوا ادفعوا لدوله اخرى، اسبانيا ولا كاين بعض الدول ماشي نقولوا ما راهيش راهي تمد، انت وزهرك احنا نعرفوا باللي كل شيء بزهر، لكن سياسيا كاين واحد المشكل راهو صاري وقع هذا الاسبوع، لانه الجزائر ما عطاتش ريسي باسي للسلطات الفرنسيه ترجع هذوك المهاجرين، سيرتو هذوك اللي ما عندهمش اوراق دايرين مشاكل وسرقوا ولا دخلوا السجون، ما عطاولهمش اوكي باش يرجعوهم للجزائر. يتسمى على جال هذيك ولا ما يعطوش فيزات للجزائريين. المهم حاول تدفع لدوله اخرى، حاول انك تدفع اسبانيا ولا بلجيكا ولا المهم الدوله اللي راهي مليحه ادفع ليها، وان شاء الله بربي يكون الخير. وشو نقول لكم خوتي، شيء مؤسف، لانه علاش هي حاجه مليحه الجزائر راهي تعامل بالمثل، لكن المشكل الكبير هو الانسان مسكين اللي ما عندوش، عنده غير مصروف صغير ما جاي لمو بالسيف ويروح يدير فيزا، يدفع فيزا مع الاخر يعطوا له الرفض 100%، وهما تعرفهم هما يدوا لك دراهمك ويعطي لك الرفض، هو وشو خاسر هو عليه يدير دراهم في الكونت. المهم انت ما تخسرش دراهمك خويا ولا اختي، سيو دفعوا لدوله اخرى ولا زعما هي اللم. كاين بزاف راهم يقولوا لك انا ندفع عند العائله، ندفع عند جدي ولا عند جده ولا شكون، هذاك الشيء والله ما راهو اكزيستي، راهي بزاف الناس اللي تخرط عليكم تخسر دراهمك بزاف بزاف. احسن حاجه انك دير فيزا توريستيك، فيزا سياحيه،
علاش فيزا سياحيه يقول لك هذا الانسان راهو جايب قدره وعنده شي دراهم في الكونت خدام ما يديرونجيوكش، لكن باش تقول لي زعما ندير عند خويا ولا اختي ولا عند عمي ولا، والله يا خاوتي غير راهي واش نقول لكم، رانا نشوفوا بزاف الناس راهم داين الرف الرف الرف، تحرق غير روحك باطل كي تحاول تدفع يقول لك لا لا هذا انسان او دوموندا من قبل لازم لك شهور باش تعاود تدفع وصديبهم، كل دوله عندها واحد القوانين. المهم حاول انك تتجنب هذه الاشياء، حاول انك تدفع لدوله راهي تمد، وما تجربش فرنسا بزاف. ماشي قلت لكم ما راهيش تمد، ما يجيش انسان يقول لي انا فلان دا، راني نقول لكم واش راهو صاري. اما هذيك اذا كان مكتوبك باش يعطولك والله يوقفوا قدامك قال عالم الفيزا ديها. المهم راح يجوني واحد الناس اللي مخاخ يكومونتيو لي، انا نعرف بزاف كاين المخاخ الله يبارك، يجوا يبدا يكومونتيو لي انتم ما تقطعوا رزق، انا ما نقطع رزق ما والو، ماذا بيا الناس كامل يكونوا ملاح يكونوا عايشين لاباس بهم. المهم عطيت لكم واحد التحذير، علاش باش ما تروحش تخسر دراهمك باطل، هذا ما كان تسمى هذيك 5 ملايين ولا 6 ملايين تروح تمدها وعلى بالك باللي ما راحش تدي فيزا، والله راه خساره تغيظك صراحه. كاين والله ما عنده، كاين ناس راهم يراسلوني يحكوا معايا قال لك يا ياسين والله ما عندهم، ورحنا درنا سلفنا ودفعنا دوموند وما كاش. يتسمى من الاحسن انك تغتنم الفرصه وتحول، ما تدومونديش لفرنسا، راهم تعرف راهم في الالف يقبلوا واحد، وكيما يحبوه وما يقبلوا ماشي كيما تحب على باليش. المهم جرب دوله اخرى، جرب انك تدفع مدينه اخرى ان شاء الله، وربي يسر الامر ان شاء الله، وربي يحفظكم، وتحياتي لكم، وربي يسر امر الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.